السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله يومكم بنور العلم وحلاوة الإيمان. أرحب بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد أسبوعيا ثمار من حدائق التدريب، وحديثنا يتواصل في قانون صندوق الحياة. بعد أن عرفنا في الحلقات الماضية كيف يتكون هذا الصندوق، ما هي الأبعاد الثلاثة المكونة لهذا الصندوق، وبدأنا الحديث في إدارة الذات، وقلنا بأن إدارة الذات هي الوسيلة الفعالة لرفع بعد كيف، هذا الضلع كيف. وإدارة الذات تتكون من مفردتين، إدارة والذات. الذات قلنا بأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية، القسم الأول الروح، والثاني النفس، والثالث الجسد. والنفس يتكون من العقل الواعي، ويمكن أن يطلق عليه العقل عموما، بينما العقل تحت الواعي يمكن أن يطلق عليه العاطفة. ولكل واحد من هذه الأجزاء لها غذاء محدد، ولها دور أيضا محدد في هذه الحياة. طبعا فصلنا في ذلك فيما مضى، لا بأس أن نعيد. أن الروح يمكن أن يطلق عليه السوبر كونشيسنس مايند، بينما العقل الواعي هو الكونشيسنس مايند، أما تحت الوعي فهو السب كونشيسنس مايند. والجسد قلنا بأنه القالب الذي تشكل بخلق الله سبحانه وتعالى، صنعه الله سبحانه وتعالى بيديه ونفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى فتكونت هذه النفس. طبعا مهم جدا في إدارة الذات أن نعرف هذه الجوانب، لأنه لا يمكن أن تدير الشيء إلا إذا عرفته. الحكم على الشيء فرع عن معرفته، فرع عن تصوره. لا يمكن أن تحكم على شيء إلا إذا عرفته حق المعرفة، ولا يمكن أن تدير شيء إلا إذا كان لديك أدوات لقياس هذا الشيء. فما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته بنجاح، كما تحدثنا سابقا. إذن الذات، ذكرنا فيما مضى أن الذات يمكن تعريفها على أنها إنجازات الماضي وإمكانيات الحاضر وطموحات المستقبل في هذه الجوانب الثلاثة. يعني كيف أنت، ما هي إمكانياتك في الماضي، عفوا، ما هي إنجازاتك في الماضي في جانب الروح، ما هي إمكانياتك الحالية، وما هي طموحاتك في المستقبل. هذا جزء من ذاتك، يشكل جانب الروح في خط الزمن الماضي والحاضر والمستقبل. النفس أيضا في شقيها، الشق الواعي والشق تحت الواعي، كيف كانت فيما مضى، ما هي إنجازات الماضي، ما هي إمكانيات الحاضر، وما هي طموحات المستقبل. هذا يشكل النفس في جانب، عفوا، يشكل الذات في جانب النفس أو في الجانب النفسي. بينما الجسد، كيف كنت فيما مضى، ما هي إنجازاتك على مستوى الجسد فيما مضى، كيف كان وزنك، ما هو غذاؤك السليم الذي كنت تنتهجه، ما هو نمط الحياة المناسب الذي كنت تستخدمه وتفخر به. هذا جزء من ذاتك. والحاضر الآن، كيف هو وزنك الآن، ما هو النمط المعيشي الذي تسلكه الآن، هل تمارس الرياضة، هذا كله يشكل ذاتك. في المستقبل، ما هي طموحاتك في جانب الجسد، تريد أن تصل إلى الوزن المثالي، تريد أن تتمتع بجسد رياضي صحي خالي من الأمراض. هذا كله يشكل جانب من جوانب الذات، تحديدا في الجسد وفي الزمن المستقبل. إذا الذات يتكون من 9 نوافذ، أو بالأصح من 9 نوافذ. الذات يتكون من 9 نوافذ، لعلنا في المستقبل إن شاء الله نتحدث عنها بالرسم والتفصيل. بالمناسبة، هذه الحلقة كنت قد سجلتها بالرسم والكتابة والتفصيل، لأنه للأسف في بعد أن قطعت وقتا ليس بالقليل ظهرت رسالة أن الجوال ممتلئ لا يمكن تخزين المقطع، فاضطريت أن أحذف بعض المقاطع عندي، وعدت مرة أخرى للتسجيل، وهذه المرة بدون كتابة، وإنما تظهر لكم المعلومات من خلال حركة الكاميرا، فأعتذر عن ذلك. ولكن لعل إن شاء الله في المستقبل يكون هناك حلقة مفصلة إن شاء الله نفصل فيها هذه الأمور بطريقة أكثر توضيحا وأكثر تفصيلا. إذن هذا بالنسبة للذات. ماذا عن الإدارة؟ الإدارة تعريفها بشكل علمي، تعريف الإدارة،
تحقيق الأهداف من خلال الوظائف الأربعة للإدارة: التخطيط، التنفيذ، التقييم، التقويم. إذن كيف أدير هذه الإدارة؟ ربما تكون إدارة الذات، إدارة منظمة، إدارة مؤسسة، إدارة شركة. عن طريق أولا أن يكون لدي منهج لتحقيق الأهداف. طيب، إذا كانت إدارة استراتيجية حتكون الأهداف الاستراتيجية طبعا. تحقيق الأهداف من خلال أولا لابد أن يكون لدي تخطيط، لابد أن يكون لدي خطة، أن أقوم بإعداد خطة متكاملة الأركان بطريقة احترافية، وهذه الخطة لابد أن يتم تنفيذها بحذافيرها وبدقة وبجودة عالية على أرض الواقع. ثم أن أقوم باستخدام مؤشرات قياس الأداء لمعرفة مدى أدائي ومدى جودة الأداء لدي، وبالتالي من خلال هذه المؤشرات أستطيع أن أقوم بأعمال تصحيحية للتعديل والتطوير والتقويم المستمر، وهذا ما نقصد به في التقويم. هذا يكفي التعريف؟ لا، لابد أن نضيف إليه أيضا بالإضافة إلى ما قلنا سابقا تحقيق الأهداف من خلال التخطيط والتنفيذ والتقييم والتقويم باستخدام الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية. لابد أن يكون لدي كفاءة وأيضا فعالية. ماذا نقصد بالكفاءة؟ الكفاءة هي الجودة الداخلية، هي الطاقة الكامنة التي لدى المنظمة أو لدى الإنسان، بينما الفعالية هي القدرة التنافسية أو التأثير الخارجي أو الجودة الخارجية، وهي الطاقة الحركية التي تنعكس أثرا على أرض الواقع، بينما هذه يمكن أن نسميها الطاقة الكامنة. المهندسين وأهل العلم، التخصصات العلمية التطبيقية يعرفون ماذا نقصد بالطاقة الكامنة، لكنها طاقة مخزنة كامنة لا تترجم على أرض الواقع بحركة، وإنما هي مخزنة كامنة. هذه الكفاءة، فهي جودة داخلية تنم عن مدى القدرة الداخلية، مدى المواهب، مدى الكفاءة الداخلية لدى المنظمة أو لدى الفرد. بينما الفعالية هي مدى قدرة المنظمة أو الفرد على أن يكون له تأثيرا، أن يكون له تأثير إيجابي وبصمة إيجابية على أرض الواقع، وبالتالي يصبح له مكانة تنافسية، له قدرة تنافسية، وبالتالي هذا يتعلق بجودة الأداء في البيئة الخارجية. هذا بالنسبة للفعالية. إذا الإدارة بهذا الشكل، هي أن الإدارة نعني بها أن نحقق أهداف المنظمة من خلال، أو الفرد طبعا، المنظمة ممكن تشمل الفرد أو المؤسسة أو الشركة أو أيا كان، تحقيق أهداف المنظمة من خلال التخطيط والتنفيذ والتقييم والتقويم باستخدام الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية. لابد أن يكون لدي كفاءة بالاهتمام بالبيئة الداخلية وبرفع الجودة الداخلية وبرفع الإمكانيات وبرفع القدرات وبرفع الطاقة الكامنة، وبالمقابل أيضا أو بالتزامن أيضا يكون لدي اهتمام بالتأثير على أرض الواقع، التأثير الميداني، القدرة التنافسية، التأثير الخارجي، الحصول على ما يسمى public image أو سمعة مجتمعية أعلى بأعلى قدر ممكن. هذا يعكس جانب الفعالية. بعض الناس لديه كفاءة ليس لديه فعالية، بعض الناس لديه فعالية ولديه كفاءة قليلة. يعني بعض الناس تجد لديه شهادات عليا، دكتوراه، وتجد عنده من المهارات والقدرات الشيء الكثير، لكن أثره على أرض الواقع قليل، فليس له تأثير، ليس معروفا، ليس له بصمة. هذا لديه كفاءة وقليل الفعالية. بعض الناس له فعالية عالية لكنه قليل الكفاءة، يعني لا تجد عنده شهادات عليا، لا تجد عنده قدرات خارقة، لا تجد، لكن تجد له أثر، تجد له بصمة، تجد له تأثير، يعني وله سمعة رنانة، وبالتالي كان له نتيجة لذلك فعالية أعلى. فالإدارة أن تغطي الجانبين، لأنك إذا اهتميت بالكفاءة دون الفعالية لن يكون لك أثر، إذا اهتميت بالفعالية دون الكفاءة لن يكون لك استمرار على المدى الطويل. فالإدارة تهتم بالجانبين معا، بكلا الأمرين، بالكفاءة والفعالية. لعلنا نتوقف عند هذا الحد حتى لا يطول المقطع وبالتالي يصعب تحميله على اليوتيوب أو يأخذ وقتا، وأنا الآن يعني بقي على برنامجي فترة قصيرة وأحتاج أن أخذ شيئا من الوقت لرفع هذا الملف لليوتيوب.
استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وألتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة وأنتم جميعا بخير. إلى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.